شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. باعتبار أن هذه الأشهر الثلاثة شهر رجب وشعبان وشهر رمضان المبارك، هي أشهر الدعاء والتضرع والالتجاء إلى الله تعالى. وباعتبار أنكم في بلد الدعاء، هنالك أوقات الدعاء يكون فيها أقرب إلى الإجابة، وهنالك مواطن الدعاء يكون فيها أقرب إلى القبول، ومنها مشهد المشرفة. ولذلك نتحدث حديثا مجملا حول الدعاء. الدعاء يمثل حاجة فطرية في كل واحد منا نحن البشر. الدعاء نوع من أنواع الطلب. الفرد عندما يشعر بالحاجة ويشعر بالفقر ويشعر بالحرمان، فإن من الطبيعي أن يلجأ إلى القوي وإلى القادر. وحتى الطفل حين يولد في هذا العالم وهو لا يعلم شيئا كما يبدو من معادلات هذا العالم، ولكنه يلجأ إلى البكاء عندما يشعر بالحاجة. هذا البكاء عندما تحللونه
في واقعه نوع من أنواع الدعاء. هذا الطفل المحتاج يدعو بفطرته من هو أقدر منه على رفع هذه الحاجة. وهذه الحالة الفطرية تظل فينا نحن البشر إلى آخر يوم من حياتنا. لا فرق في هذا التوجه بين الصغير والكبير كما أشرنا إليه، ولا فرق بين المؤمن والكافر. حتى الكافر الذي يكابر وجدانه ويقول لا إله، ولكنه في أوقات الاضطرار يلجأ إلى القادر. أحد كبار الملاحدة في الاتحاد السوفيتي كما نقلوا كان ينكر الله سبحانه وتعالى، والفكرة الشيوعية بنيت على إنكار المبدأ وإنكار المعاد. كان في طائرة، وإذا بهذه الطائرة تتعرض للسقوط بلغته طبعا، وإذا به بالاختيار يقول يا الله أنقذنا ويا الله نجنا. إذن هذه الحالة التوجه إلى القادر الذي بيده الأمور، هذه حالة فطرية طبيعية. النقطة التي نحب الإشارة إليها أن التوجه يجب أن يكون مصحوبا بحالة الانقطاع. الانقطاع نوعان: انقطاع اضطراري، كما إذا كانت السفينة في عرض البحر والفرد شعر أنه في حالة غرق حيث لا سباحة تغنيه ولا سفينة تنجيه، في هذه الحالة ينقطع انقطاعا عجيبا إلى الله سبحانه وتعالى. ما أعلم أي واحد منكم كان في حريق منى عندما احترقت الخيام في منى قبل أعوام طويلة، يمكن قبل حوالي 30 عام. الأفراد كثير منهم، أنا كنت حاضر في ذلك المشهد الرهيب، وكنت أرى انقطاع الأفراد انقطاعا عجيبا إلى الله سبحانه، لأنه هذه النيران تتقدم بسرعة والفرد لا يوجد بينه وبين الموت إلا دقائق معدودة. الانقطاع والتضرع والبكاء إلى الله تعالى، هذا يقال له الانقطاع الاضطراري. المؤمنون الأولياء لهم انقطاع من نوع آخر يقال له الانقطاع الاختياري.
إذا كان الأفراد يشعرون بالإضطرار في حالات معينة فقط، في حالات الغرق، في حالات الحرق، الأولياء يشعرون بهذه الحالة في كل وقت. هذا مثل واحد دا يهبط من جبل مرتفع، جبل خطير، في كل خطوة هذا الذي يمشي يوجد احتمال السقوط والهلاك النهائي. هذه الحالة يشعر بها المؤمنون. لماذا في الآية الكريمة الله تعالى يقول حول الراسخين في العلم؟ الراسخون في العلم يدعون ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا الاحتمال احتمال جدي واحتمال قائم، في لحظة واحدة يمكن واحد هذه اللحظة تقرر هلاكه الأبدي. رأينا إحنا في حياتنا القصيرة أفراد كانوا متدينين، كانوا أهل مساجد، أهل عبادة، وإذا بهم الظروف تبدلت. حقيقة الدنيا امتحان عجيب، شوية الظروف تتبدل، وإذا بهذا الفرد راح وانتهى. أكو في الأحاديث أنه عندما واحد يموت روحه تنتقل، إذا واحد مؤمن طيب روحه تنتقل إلى عالم الآخرة، المؤمنون يجتمعون حوله الذين ذهبوا من قبل ويسألون عن أحوال الباقين في الدنيا، كيف حال فلان؟ هذا الميت الجديد ينقل لهم أحوال الباقين في الحياة، فيدعون لهم، لعله هذا بالدعاء موجود أن الأموات يدعون للأحياء. أحيانا يقولون كيف فلان؟ إذا الروح الجديدة الوافدة قالت إنه مات، أولئك يقولون هلاك انتهى. يعني شنو إذا قال مات؟ يعني هذا إذا كان من أهل النجاة لجاء عندنا وعرفنا، هذا ما دام ميت وما جاء عندنا إذن هذا مودي إلى وادي براهوت مثلا. المخاطر، المخاطر المعنوية مخاطر جدية، والقضايا الموجودة في هذا المجال بالمئات، حتى النعم المادية. احنا نتعامل مع النعم المادية التي عندنا بعنوان انها باقية لنا، ولكن مو معلوم. كان عندنا واحد، هذا في يوم من الأيام كان نايم، هو كل يوم يقوم لأداء صلاة الفجر، أكو هنالك منبه داخلي في الأفراد يقول قمت في الوقت المعتاد بدون منبه، فرأيت أن الدنيا مظلمة، فيبدو قام قبل الوقت، فنام مرة ثانية وبعد فترة قام أيضا شاف الدنيا مظلمة. عجيب، عدة مرات يقوم ويرى أن الدنيا مظلمة ويعود إلى النوم.
أولاده مضمون القضية. تعجبوا أنه هذا أبونا شبي، ليش اليوم ما قايم؟ مثلا كل يوم يقوم ساعة 4، اليوم إلى ساعة 10 نايم. فإجوا قالوا له ليش نايم؟ قال الدنيا ظلمة. قالوا له لا، الآن ساعة 10 والدنيا نور. فتبين أنه هذا قد أصيب بالعمى في حالة نومه وقام أعمى، نام وهو مبصر واستيقظ وهو أعمى. النعم المادية اللي نملكها مو معلوم أننا نملكها، وقطعا لا نملكها. وفي كل لحظة يمكن أن تسلب والعياذ بالله منا هذه النعم. ليش أكو في الأحاديث أنه أطلبوا من الله العافية؟ ليش أكو في الحديث أو في الدعاء واجعلهم الوارثين مني؟ يعني البصر والسمع، يعني أنه أنا أكون سليم ومعافى إلى نهاية حياتي، اللي أنا أموت وعيني سليمة وسمعي سليم. واجعلهم الوارثين مني. على كل حال، النعم المادية والنعم المعنوية كلها في حالة خطر. أولياء الله يشعرون بهذه الحالة شعور واقعي وحقيقي، ولذلك توجد عندهم هذه الحالة، حالة الانقطاع، الانقطاع الاختياري. احنا عندما نذهب الى الحرم، هاي القضية لا بأس ان انقلها، مجمل القضية. هاي القضية يمكن مال قبل 100 عام او اكثر. رجل كان يعيش في العراق، وكان هنالك تاجر من الهند. هذا كلف هذا الرجل الذي يعيش في العراق بعمل معين، واتفق معه إذا أنهى هذا العمل أن يعطيه مكافأة. بعد فترة هذا الرجل اللي يعيش في العراق أنهى ذلك العمل وذهب إلى الهند حتى يرى ذلك التاجر الهندي. الهند في يوم من الأيام كانت مركز التجارة العالمية، والآن تشوفون وضع الفقر هنالك، أفراد يولدون في الشارع ويموتون في الشارع. وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا نظن أن هذه النعم اللي عندنا نعم دائمة إلا بالطلب من الله. واحد إذا طلب قبل أن تحل به الكارثة، قبل ما تحل به يطلب من الله، يطلب ويطلب ويلح، الله تعالى يبعد عنه ما حذر منه بإذنه تعالى. يقول ذهبت إلى الهند ورحت إلى المكان اللي الرجل عنده محلات تجارية دكاكينه، ما هو ماكو أثر من تلك المحلات. قلت أين هذا التاجر؟ قالوا هذا التاجر انتهى وافتقر وذهبت جميع أملاكه، وهو الآن قاعد في الخربة الكذائية، خربة. يقول أنا رحت إلى هناك
شفت التاجر قاعد في تلك الخربة وحده، ماكو واحد وياه، وهو أعمى. يقول اجيت سلمت علي فعرفني، قال أنت فلان؟ قلت نعم. قال ماذا فعلت بذاك العمل اللي كلفته؟ قلت له أنهيته. ولكن ما هو وضعك؟ شنو؟ قال أنا في يوم من الأيام كنت في دكاني في محلي التجاري، فخطرت في ذهني هذه الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خطرت في بالي هاي الآية، ففكرت ممكن أنا الآن تاجر كبير، الله يمكن بكلمة كن يغير وضعي؟ هذا الشك اجى في ذهني. الله أحيانا يؤدب عباده المؤمنين تأديب، حتى هذا الخطور ما ينبغي أن يخطر في باله. الله بيده كل شيء، الله كلمة كن ما يحتاج. نقرأ في الدعاء: فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة. الله كن ما يحتاج. يقول بمجرد ما فكرت هذا التفكير، وإذا بواحد يأتي إلي مسرعا ويقول بيتك دا يحترق، حريق في البيت، فيقول ركضت ورأيت النار مشبوبة في بيتي وقد قضت على بيتي، المهم أولادي أطفالي عائلتي. يقول أنا طفرت داخل النار حتى أروح أنقذ جماعة منهم، فلم أتمكن من ذلك إطلاقا، وعندما أردت أن أخرج اصطدم وجهي بمكان، حالة هلع وخوف وما أشبه، وإذا بشيء يدخل في عيني، اصطدام بالجدار، فعميت عيناي، القصر راح، الأولاد راحوا، العائلة كلها راحت، والعينان ذهبتا. واحد بلا عين خو ما يتمكن يدير. يقول الناس عندما سمعوا بذلك، هاي القضية أكو تجارب مكررة عليها، إذا واحد ضعف تتبين حقيقة الناس اللي ما عندهم إيمان. الناس هجموا على محلاتي ونهبوها جميعا، وأنا الآن هنا كل شي ما عندي، ولكن هذا الخاتم موجود في يدي أو كان مخبئ في مكان. المكافأة ذاك العمل اللي قلت لك، أخذ هذا الخاتم. إحنا لنظن أن هذه المواهب التي عندنا فيها صفة الثبات إلا بطريقة واحدة، وهي الالتجاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. واحد يجب أن يسأل الله العافية ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في أن يديم له النعم المادية والمعنوية، وأن يهبه المزيد. النقطة الأخيرة أشير إليها وأختم: طبيعة الدعاء تكشف عن طبيعة الداعي. واحد يجب أن يطلب من الله تعالى كل شيء، ولكن لا يكتفي بالأشياء الصغيرة، يجب أن يطلب من الله تعالى الأشياء الصغيرة والكبيرة معا. هذه القضية مدونة في التاريخ ومنقول على نحوين متقاربين، أنا أنقل أحد النحوين.
كان هنالك حاكم في هذه المناطق مشهد وأطرافها. في يوم من الأيام خرج فرأى شخصا، قال لمن معه جئوا بهذا الشخص إلى قصري. راح إلى القصر، جاءوا بذلك الشخص، قالوا الملك الأمير يطلبك. فعندما جاءوا به قال أنا عندي قضية مع هذا الشخص، أنا في أيام شبابي ذهبت إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، هذا كان عندي، كان يدعو من الله، شنو طلب من الله ببركة الإمام الرضا؟ يستشفع بالإمام الرضا إلى الله تعالى. ليش؟ هاي الحاجة اللي تلح على ذهنه. الآن إذا واحد يجي عندنا يقول لنا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، يقول شنو حاجتكم؟ فورا نقول شنو الشيء اللي يلح على ذهننا؟ ذاك نقوله. وعادة الأشياء اللي تلح على ذهننا أشياء متواضعة. أنا بيت ما عندي، أريد بيت، هذا هو. فكان يطلب من الله تعالى مركوبا، مركوب. الملك قال الأمير أعطوه كل أنواع المركوب. شنو أنواع المركوب؟ أعطوها جميعها. لا، أحب أن تكون إجابته دعائه على يدي. فأعطوه جميع أنواع المركوب. قال ولكن بيني وبينه شيء. وهذا الشيء، هذا عندما كان يطلب من الله بشفاعة الإمام الرضا صلوات الله عليه مركوب، أنا كنت أطلب من الله تعالى ملك خراسان. خراسان القديمة كبيرة كان. هذا شافد واحد يمد يطلب من الله ملك خراسان، نظر إليه شافد واحد عليه ثياب رثة بالية، فقال لي مثلك يطلب ملك خراسان، وضربني برجله. يطلب مركوبا يعطى ذلك. واحد يأتي إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه ويطلب ملك خراسان يعطى ذلك. واحد يأتي إلى الإمام الرضا ويطلب الدنيا والآخرة أيضا يعطى ذلك. إن شاء الله حاولوا أن تطلبوا من الإمام الرضا في هذا الشهر العظيم الدنيا والآخرة والحاجات الشخصية والاجتماعية. والإمام الرضا صلوات الله عليه كريم جدا، كرمه شعبة من كرم الله سبحانه وتعالى. ندعو الله تعالى أن تأخذوا من هذا الإمام الرؤوف ما تؤملون وفوق ما تؤملون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا الباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال
الظلام وبين نور مشرق هدي